50 سولار. نعم. هذا بيعطيني 110 كفاءه او 100 كفاءه للقريه. يعني شو بدنا نقول عن جد؟ شيء بيبهر فعلا هالعمل، ان كان كجمال، ان كان كقعده حلوه، وان كان كمضمون ايضا قد ايه مهم للبيئه ولكل شخص. صحيح. يطلع مش بس يشوف وانما يتعلم. منشان هيك كمان فاتحين يمكن هالمجال لزيارات المدارس. صحيح. وشفنا اشخاص عم بيزوروا المعامل لحتى يشوفوا. عندنا زيارات يوميه تقريبا. وانا بدي اقول انه نحن من وقت اللي اخذت قرار انا اكون بلبنان، ما غادر لبنان، يكون وطن نهائي لإلي، ما يكون عيني بمحل تاني، قلت انا بدي اعمل جهدي وقررت اني اكون بلبنان، ما اترك وبس كون على مستوى محبتي. يعني انا اعمل، يعني اشتغل على مستوى محبتي، لانه في محبه بالحكي وفي محبه بالفعل. فانا كثير مغرم بوطني، كثير مغرم بمكاني، كثير مغرم بطبيعتي. وانا من هالطبيعة هالحب وهالوطن عم نقله كمان. عمليا يعني انا مين اي حدا بيزور القريه بيشوف انه نحن حقيقه شمعه عم نضوي من زاويه بظلام واقع، ظلام تحديدا. يعني دكتور، علما انه 18 فرع بالعالم لهلا او اكثر؟ لا اكثر بكثير، نحن ب 18 دوله. نعم. يعني نحن ب 18 دوله اساسيه هن مراكز توزيع لنا. نحن منبيع بكثير بلاد بالعالم، نحن منبيع بالصين. واو. الصين بتبيع الدنيا كلها ونحن منبيع بالصين، لانه نحن المنتج تبعنا. يعني اقول لك شغله، اليوم بهيك شغل، هذا المطبخ اللي عم نحكي عنه بهيك شغل في فكره، فانا منتج لفكره كمان. كل البرودكتس بتلاقون او المواد الاوليه موجوده بلبنان دكتور؟ لا او بحاجه أكيد أن أكيد تستورده؟ لا اكيد من لا. انا شغلي بالمواد الاوليه الطبيعيه على مستوى الكون. يعني اليوم نحن بوجود الطياره غير جدودنا القديم، يعني كان شغله صعبه عليهم. نحن خلال شهر انا بعمل التركيب وبجيب موادها من كل الدنيا مطرح ما كنت تكون. يعني من ضمن لبنان طبعا اكثر يعني. شيء لبنان. لخبرك شغل، انا مزارع. صح. يعني انا بس اقول انا صناعه خضراء، يعني انا مزارع، انا بزرع وبصنع مواد الاوليه وبصنع مواد النهائيه. يعني انت بتفوتي على القريه تبعيتي بتشوفي مزروعاتي وبتشوفي مطبخي وبتشوفي شغلي بتشوفي مختبري بتشوفي انه نحن جماعه يعني بعتقد كثير مهم انه يكون نموذج لاكبر. اكيد ان شاء الله، اكيد بندعي كل الناس انه يتوجهوا ويزوروا هالقريه الرائعه. بشمال لبنان منطقه الكره. اهلا وسهلا فيك دكتور بدر حسون، شكرا لوجودك معنا وشكرا لهالعمل الرائع. صباح اللي النور. عم صباح النور. رح ناخذ بريك صغير وبنرجع.